يا اهلا وسهلا، النهارده عندنا مفاجاه. هنعمل دلوقتي صنف فراخ مقليه مقرمشه مش مقرمشه، ورز معاها، وكول سلو معاها اللي هي سلطه الكرنب، بطرق سهله جدا جدا جدا، ممكن اي حد يعملها في البيت. كلنا بنحب نوعيه الفراخ دي، وفي اشكال وانواع كتيره من المطاعم بتعملها، عالميه ومصريه وكل حاجه، بس محدش بيعملها زي اميره. شكرا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت بتعمليها حلوه اصلا. بص، هي بتدي كميه رهيبه بسعر، لو قارناه بالسعر اللي احنا بنشتريها من بره ولا حاجه، وبالاضافه لكل الحاجات اللي احنا عاملينها برضو، كلهم لما بيتعملوا في البيت بيدوا كميات ملهاش علاقة خالص بالسعر اللي احنا بنشتريه بره. طيب دلوقتي احنا احكي لنا كده، ايه هنا فيه؟ دي الفراخ المقرمشة. بطريقة سهلة جدا. اوكي. وده رز مبخر. رز مبخر. وهنعمل ايه كمان؟ وهنعمل الكول سلو، وهنعمل صوص الجبنة. كول سلو وصوص الجبنة. صوص الجبنة ده بيتباع يعني بص بمعلقة كده بالرقم عجيب خزعبلي. يلا قول لنا الفراخ. بص مقادير الفراخ يا ولاد. عندنا اول حاجه فرخه كيلو وربع متقطعه، هنقطعها دلوقتي قدام الناس عشان هي ليها تقطيع معينه. للتتبيله معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره زعتر، كوبايه لبن، 3 معالق كبار خل، ملح وفلفل. للطبقه الخارجيه بقى كوبايه شراب شعير، 3 كوبايات دقيق، وكوبايه نشا، وللقلي زيت غزير. اوكي. هنقول الرز لما نيجي نعمله. يلا. هنعمل دلوقتي يا ولاد صينيه اميره النهارده، اميره فرايد تشيكن. بص بقى، الفراخ ليها تقطيع معينه لان احنا هنا ما بنسويش الفراخ، هو الطريقه الصح ان هي ما تستويش ولا حتى نص تسويه ولا اي حاجه، المفروض ان هي تتعمل نيه. هاكل الفراخ نيه؟ لا، التتبيله تتحط في الفراخ، تتحط في تتبيله نيه. اوكي قولي كده. لا اصل انا هقول لك، الناس في ناس بتسلق الفراخ بعد كده تتبلها وبعد كده تحمرها. تحطها في التتبيله نيه، ما انت لازم تشرحي ده، ما شرحتيش ده، فهنفهم ازاي؟ ماشي ماشي. اوكي ماشي. بص يا سيدي، الفراخ نية نية، هوريكم بقى تقطيعتها. بنقطع بنفصل الوركة عن الصدر كده كده. اوكي. قمت ظهرها. لازم نقطم ظهرها، احنا جايين نعذبها. حرام عليكي. احنا لسه ما عملناش فيها حاجة، ده لسه هتشوف الويل دلوقتي. انت صعبة. بص يا سيدي اهو، مفيش سكينة حامية عندي شوية؟ لا هي دي حامية جدا، انت بس مش مالكة عشان الجوانتي. طيب. هنقطع الفخد قطع قطعتين، هنيجي هنا عند العظمة، واحنا السكينة هي اللي بتخلينا نعرف هنمشي ازاي انهي ناحية، هي العظمة هي اللي بتشاورنا على الطريق. اوكي ادي كده. هتحطيهم هنا؟ هحطهم في المية دي. هنا دي كبيرة على القلي، عشان احنا هي ما بتخش على النار غير تقريبا 10 دقايق بس من ناحيتين. هنقسمها اتنين؟ هنقسمها اتنين. بقى الورك بيتقسم اتنين. كده الورك كله على 3 قطع. ادي واحد. اتنين. شوفوا بقى، تخيلوا الفرخة هتديكوا كام قطعة؟ 3. الورك اللي بعده نفس الورك عن الدبوس. والورك نفسه بنقسمه قطعتين، في هنا عضمايه في النص هي دي اللي احنا بنمشي من عندها كده. كده 6 قطع ونخش على الصدر. بصوا بقى، شايفين الحته دي؟ احنا مش بنفصله كده، بناخد دي الاول لوحدها. اجيب لك حاجات شوكه؟ يعني انا حاسه ان هي بتتزحلق. اهو قطعناها، انتصرنا على الفرخه. 7. هنقطع كده، شايفين العمود الفقري ده؟ ده بنشيله، لو حابين تعملوه اعملوه، مش حابين تعملوه لا بيتشال. ما بيبقاش حلو. بيتشال مع الرقبة. استخدم ايدي. احنا كده لغاية دلوقتي 7 قطع. وادي جناح. ثانية واحدة، هنجيبها من الناحية دي وهنقطع كده بالنص. اوكي يلا اهو. بس اوكي، العمود الفقري دلوقتي خلاص طلع اهو بالرقبه، ده هنستغنى عنه. جلد الرقبه بيبقى تخين فمش هيبقى احسن حاجه في القلي. ماشي.
هنا عندنا بقى الصدرين اهم، هنقطع قطعتين، دي كبيرة برضو قوي على القلي فهنقطعها كده. أربعة ادي 8 9 10 11 10 بصوا الفرخة، والفرخة ما ينفعش لو هتجيبوا بقى فرخة يعني اكتر وزن للوصفة دي 1.5 كيلو، ما تجيبوهاش بس انت اكبر من هنا كده. الجراح سايباه مع جزء من الصدر. ما هو الجناح لوحده هتلاقيه نشف في الزيت، ماشي فعشان كده سايبينه صح. كده قطعة ماسكة نفسها. شكرا. يبقى كده خلاص 11 الفرخة مطلع لنا 11 قطعة، بالظبط. 11 قطعة، هنيجي بقى يعني لو نعمل أسرة 4 أفراد أعتقد هيكفيهم فرخ. حلوة جدا، ما احنا انا ولادي في البيت 4، بتبقى حلوة قوي، واوقات كمان بيتبقى منها قطعتين ثلاثة ايه بقى كمان. المية دي؟ دي مية وملح ودقيق وعصير ليمون بس، مية وملح ودقيق وعصير ليمون، قد ايه؟ يعني 10 دقايق ده كده. لا قد ايه الحاجات؟ المية مية المفروض تكون مغطية، اه عصير ليمونتين بقشرهم اهم، اه معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار دقيق، ماشي. بس كده هنسيبها قد ايه فيها؟ 10 دقايق. هي دي كده زيادة تأكيد للزفارة بتاعتها بس. اوكي هنيجي بقى نعمل هنا التتبيلة بتاعة الفراخ. هحتاج معلقة شيف من جنبك لو سمحت. بصوا بقى البهارات هنا، ثوم وبصل بودرة، بابريكا وزعتر، وهنحط شوية ملح وفلفل هنا، وهنقلب كل البهارات دي على بعض. ادي الملح ونملحها ودي كويس عشان احنا في لبن هنا. كل البهارات دي كده هتقلب على بعض، هناخد نصها هنا مع اللبن او 3/4، والربع هيبقى على الدقيق ده. هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيه ايه. ده كده خلاص. وهجيب بقى شراب الشعير، ده مهم جدا طبعا ما يبقاش مسكر. شراب الشعير، اللي هو ميه الشعير. وهنضرب، هاخد معلقة واحدة بس من الدقيق اقلب من لك غير ده ده البهارات. لا من من غير غير بقى. معلقة دقيق احطها هنا، احطها لي هنا بس كده. هنا في ايه؟ هنا في لبن وشراب شعير وكل البهارات، احنا حطينا كل البهارات في بولة احنا قسمنا وقلبناها. البهارات اللي في المقدار نصهم حطيناهم على الدقيق ده، ونص تاني حطيناه جوه هنا. لا 3/4 هنا وربع تلات بس ارباع على هنا الدقيق. ماشي. وخدنا معلقة دقيق حطيناها هنا، بعدين بس ده هنقلبه وهنخليه اقلب ده. هنحتاجه دلوقتي. ده كده خلاص، مش عايزاه المضرب السلك. ماشي بعدين هاخد جوانتي من تحتيك ممكن لو سمحت. هنتشل بقى الفراخ من هنا وهنحطها في التتبيله دي. يبقى الفراخ اتقطعت، اتقطعت. التقطيعه مهمه عايزة جدا بولة أكبر عشان من كده. دي؟ لا التقطيعه مهمه جدا عشان كده انا جبتها اوريها لكم في التقطيع، لان العدد بيتحدد والتسويه على حسب التقطيعه نفسها. هنطلع بقى من هنا كده حطها في وهنحط في التتبيلة التتبيله، لذيذة. هتقعد في التتبيله دي يوم في التلاجة. في التلاجه طبعا متغطيه. اوكي نتاكد بس كده ان هي ما فيهاش اي ميه. من هنا لهنا على طول. هنا في ملح وليمون، ما فيهاش حاجه تستاهل ان احنا نغسلها غسله كمان ولا حاجه. اهو احنا ما حطيناش خل، هنحط معلقتين كبار خل على الخلطه خل بتاعت ده الفراخ بيتحط دي، على ايه؟ على الفراخ. على الفراخ على التتبيله اللي في دلوقتي ايدي دي. دلوقتي اللي الخل واللبن. ده التتبيله اللي بتقعد 24 ساعه. بالظبط. الخل واللبن بيخلوا تمام الانسجه، بس كفايه بيخلوا الانسجه تطرى جدا، وده جزء من التسويه. يعني اللي احنا بنعمله ده هنا جزء من التسويه، هي بتقعد هنا 24 ساعه، فاللبن والخل بيسووا انسجه الفراخ هتطلع بالمنظر ده. دي. خلاص هتحط بقى في الثلاجه، هتبقى كده، هتطلع كده. بص لونها طبعا بيتغير، وبتكون شربت بقى كل التتبيله. بص يا شيف احنا شراب الشعير ده مش هنحتاجه تاني. هحط بقى هنا الدقيق، ده الدقيق اللي عليه البهارات. ايوه كله النشا فين النشا؟ اهو كنت عايزه بقول اكبر من دي. كل النشا دي انا ممكن احط نصها بس. الصح ايه؟ بس لا نصها نصها على كميه الدقيق دي نصها. انتوا هتلتزموا بالمقادير اللي في اللي انا قايلها بالظبط. بص بقى انا هاجي اجيب الدقيق كده والفراخ كده عشان كله يبقى واضح. هنحط الفراخ في الدقيق دي كده اول تعفيره. اللبن ده خلاص؟ اللبن ده خلاص. تمام. هنزلهم كلهم هنا كده عشان احنا هنرجعهم في التتبيله دي تاني. التتبيله دي فيها ايه؟ فيها اللبن والبهارات وشراب الشعير
والخل اللي احنا قعدنا فيها 24 ساعه، ودي انا حاطه عليها معلقه الدقيق اللي احنا حطيناها في التتبيله اللي هناك. تمام، يا حطيتيه في دقيق وقعدنا هنا تاني. مش احنا في التتبيله حطينا انا معلقه دقيق؟ ايوه دي خلاص. لا بتحطيها هنا في الدقيق وبعدين وهنا وبعد كده بترجع في الدقيق تاني. في الدقيق. مش عايزه حاجه واسعه تعملي فيها القصه دي، ليه زنقتي نفسك كده؟ طب هاتلي هاتلي. اوكي بصوا بقى، في حركه هنا مهمه جدا لازم تشوفوها. انا هنا بعمل ايه؟ في الدقيق، وبعد كده في الخلطه، وبعد كده بنرجع في الدقيق تاني. اول مره ما بنضغطش عليها، تاني مره بقى هي اللي بنضغط عليها. بصوا انا حطيت الدبوس اللي خلصتيه هنا اهو. تمام، يعني تتحط في الخلطه دي بعدين في الدقيق بعدين في الخلطه دي بعدين في الدقيق تاني. في الخلطه دي هتبقى بايته فيها من بالليل. بعد كده هنطلعها نحطها في الدقيق تعفيره بسيطه، وبعد كده هنرجعها هنا، وبعد كده نرجعها تاني تعفيره. دي اللي انا بعملها، وتاني تعفيره هي اللي بنضغط عليها، ما بنضغطش على اول تعفيره، بنضغط على تاني تعفيره عشان ما تفكش مننا في الزيت. تمام، وهنروح عاملين كده. بصوا بقى دي كده جاهزه، دي كده لازم التنفيضه دي. شايف التنفيضه دي؟ معلش انا بهدل الدنيا. شايف انا مش مشكله، بعتذر لك، بس لازم التنفيضه دي. ليه بقى؟ شايفين التجزيعه دي بتيجي من التنفيضه اللي احنا عملناها دي. ماشي، دي خلاص جاهزه، دي خلاص جاهزه. يلا نبتدي نقلي كده. التنفيضه دي بتدي التجزيعه اللي انتوا عارفينها، اللي بتدي القرمشه، لان التجزيعه دي كل تجزيعه فيهم الزيت بيخش جواها فبيخليها تبقى مقرمشه اكتر حاجه. بنضغط عليها تاني تعفيره وبننفضها كده. تفضل. ده في الزيت، الزيت لازم يكون سخن وبتتغطى نص بس، يعني ما يبقاش زيت غزير مغطيها من ناحيتين عشان ما تشربش زيت قوي. وبنقلبها قلبه واحده بس، بتقعد تقريبا 7 دقايق على كل ناحيه. اوكي خلاص، دي اخر قطعه. اوكي بس كده. حطي، طب اعملي لي فضل، اعملي لي فضل. طيب هتطلع بقى دي على ايه؟ مهم جدا، تطلع على مناديل، وبعد كده تحطوها في مصفى. لو انا عايزها سبايسي هات شطه طبعا في الخلطه هنا في التتبيله. تطلع على مناديل، تطلع على مناديل 5 دقائق بس كده، وبعد كده نحطها على مصفى. ليه؟ عشان تصفي اي زيت، وعشان تبقى فيها تهويه، تهويه داخله خارجه كده حوالين القطعه. اوكي حلوه قوي قوي قوي، قلتيها بالتفاصيل الممله، بشكرك. هي الوصفه دي مهمه وناس كتير بتحبها، واحنا عارفين ان الحاجات دي بقت كمان بره غاليه قوي، مش هنعملها في البيت ما بنقدرش نجيبها. بالظبط، هتديك طيب كميات. يلا نزلوا لنا مقادير الرز، اتفضلوا الرز. يلا يلا، اول حاجه عندي بصله صغيره مفرومه، 2 كوباية رز، مكعب مرق الدجاج، نص معلقه صغيره ثوم بودره، نص معلقه صغيره بصل بودره، 2 كبار كاتشب، 2 كبار عسل اسود، 2 كبار صويا صوص، وزيت وملح وفلفل. تمام، الرز ده بيتحط عليه صوص كده اللي هو ورشستر شاير صوص، بس ده غالي جدا 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 غالي جدا، فانا بدلته بالكاتشب والصويا صوص والعسل الاسود، بيدي نفس الطعم ونفس اللون ونفس كل حاجه. تيجي نجرب نقلبها؟ يلا. شايف التجزيعه؟ دي من التنفيضه بقى اللي احنا نفضناها اللي بهدلت الدنيا دي، بس مهمه جدا لازم، عشان تدينا طبقه مقرمشه وعشان ما تبقاش مكتومه. احنا ضغطنا عليها تاني طبقه، فلو سيبناها على حالها هتبقى مكتومه. لازم التنفيضه دي بتخليها تتهوى وبتخليها تدي التجزيعه اللي احنا بندور عليها في كل الحتت دي. اوكي يلا. بصي يا سيدي، هنحتاج شويه زيت ومعلقه. ميرسي ميرسي. وهاخد معلقه. لما تيجي بقى تطلعهم، طلعهم بيبي. انا عاجبني شكلها قوي عشان تتصفى. بص، هنبدا بالبصل. هتحمري البصل؟ يعني دقيقتين كده، انا عايزاه ياخد لون شويه. في وصفات بقول لكم ما ينفعش البصل بتاعها يبقى لونه غامق، وفي وصفات بتبقى محتاجه ان لونها يبقى البصل بتاعها يبقى لونه غامق شويه. لسه ريحتها تجنن. برافو عليكي. لو عايزينها حراقه زي ما الشيف قال، مع اللبن، مع الخلطه بتاعه التتبيله نفسها، مع احنا حطينا فيها ثوم وبصل بودره وبابريكا وزعتر وملح وفلفل، هتحطوا بقى شطه، هتلاقوا حتى كمان لونها بيختلف عن اللي هي من غير شطه. اوكي ده. لسه شويه، ما بقتش دهبي. لا لسه شويه، احنا عمال نخلص الرز هتكون هي استوت.
يلا. طيب بصي يا سيدي، هنحط دلوقتي الرز، البصل هتخلوه ياخد لون شويه، يعني هو هنا لسه شفاف، فانتوا هتخلوه ياخد لون ذهبي غامق، حاجه بسيطه قوي. هنقلب كده. لا ما هيش خلينا حاجه. اوكي طب انا هدي كده عشان انا بمسك بايدي الشمال، معلش. هنقلب الرز مع البصل كده ياخد طعم الزيت بتاع البصل، وهنروح حاطين عليه الثوم بودره والبصل بودره. كميه معلقه ومعلقه. هتشيل الخلاصين. بص انت طلبت الشطه وانا كنت حطاها على الفراخ، وبعد كده قلت ايه عشان الناس تعرف تاكل ما تبقاش حراقه قوي. هنقلب كده، هجيب بقى شويه ملح وفلفل. وفلفل. الفراخ ريحتها تهبل. شكلها. صح؟ اه. برافو عليك. بصوا بقى، هنحط الكاتشب، انا قلت لكم الصوص التاني ده غالي قوي. وده هنا بديل اوفر. بيدي نفس الطعم. وورستر شاير صوص. وده ايه ده؟ ده صويا صوص. وده عسل اسود. العسل الاسود احنا ممكن نحط سكر، بس العسل الاسود هنا بيدينا اللون اللي احنا عايزينه، لان هو لون الرز ده بيبقى مختلف شويه. وهنروح ساقين بقى بالمرق. دوبت انا مكعب المرق هنا في ميه، وبنسويه بنتعامل معاه رز عادي بقى خالص، بنسويه عادي على بيغلي بنفس كميه مقدار الميه عادي، وبنسيبه يغلي، وبعد كده بنغطيه. هيحتاج شويه ميه تاني. فهتلاقوه في الاول يعني ما تقلقوش منه، اول ما يبدا يتشرب هتحسوا ان هو معجن، لان هو فيه كاتشب وفيه عسل، فهو الحاجات دي بتخليه يبقى باين شكله ان هو معجن شويه. مجرد ما يستوي وتقلبوه ويهدى شويه وتقلبوه، هتلاقوه مفلفل وما فيهوش اي حاجه. هنوطي بقى، هنوطي كده وخلاص غلى عندي، فهوطي على اقل حاجه بس كده. انا عايزه اقول للناس تاني طريقه الفراخ، لان فيها خطوات مهمه. يلا قوليها. هتشرحي لكم طريقه الفراخ بالتفاصيل. نزلوا لنا مقادير الفراخ معلش مره تانية. اقولها تاني؟ قوليها. اه معلش، دي حاجه مهمه قوي. مقادير الفراخ معانا. عندي يلا. اول حاجه فرخه كيلو وربع للتتبيله، معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره زعتر، وكوبايه لبن، وثلاث معالق كبار خل، وملح وفلفل. للطبقه الخارجيه كوباية شراب شعير، ثلاث كوبايات دقيق، وكوباية نشا، وللقلي زيت غزير. بنجيب الفرخة بنقطعها زي ما شفتوها، لازم تشوفوا طريقة التقطيع عشان دي مهمة جدا في التسوية، ومهمة جدا في العدد. احنا هنا عايزين نعمل كمية عشان ما نلاقيهاش. طلعت لنا 11 قطعة بالظبط، و11 قطعة حلوين، مش صغيرين، لان هي لسه بتتغطى بالدقيق، فبتنفش تاني، بتكبر حجمها بيكبر. قطعناها وبعد كده حطيناها في التتبيلة بتاعتها، عبارة عن لبن وخل وبابريكا وثوم وبصل بودره وزعتر وملح وفلفل. اوكي بنحطها في التتبيله دي ليله، من بالليل للصبح. نيجي تاني يوم او شراب شعير، ده مهم جدا، بيخليها تنفش وبتدي القرمشه، برده بتساعد على القرمشه اللي احنا عايزينها. بعد كده بنطلعها، بنجيب بقى مقدار الدقيق بتاعنا. البهارات في الاول احنا قسمناها نصين، خلطناهم على بعض، وخدنا ثلاث ارباعها للتتبيله اللي هي اللي فيها اللبن، والربع حطيناه على الدقيق. الدقيق هنقلبه مع البهارات، وهنضيف عليه مقدار النشا بتاعنا، وهنقلبهم مع بعض. بعد كده نيجي بقى ساعه التسويه، هنحطها في الدقيق من غير ما ندوس عليه، من غير ما نضغط. وبعد كده نرجعها تاني في الصوص اللي هو فيه اللبن وشراب الشعير، وبعد كده نرجعها تاني مره في الدقيق. تاني مره بقى هي اللي بنضغط عليها، بنضغط عشان نخلي الطبقه المقرمشه دي تبقى لازقه فيها، وبعد كده بننفضها. مهمه جدا التنفيضه دي عشان الفراخ ما تبقاش مكتومه، وعشان تدينا الشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده هنحمرها زي ما انتوا شفتوا كده، استوت قدامكم اهي، بتاخد على كل ناحيه 7 دقائق مثلا او 5 دقائق. شايفين الحلاوه يا ولاد اهي؟ بصوا القرمشه، سامع القرمشه؟ اه سامع. بس برافو عليك يا اميره، بشكرك. ميرسي يا شريف. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا يا سيدي الكول سلو وصوص الجبنه. كول سلو، كول سلو اللي هو سلطه الكرنب والجزر. بالظبط كده، بس ايه، مش كل الناس عارفه الاسم ده. وخلينا بقى نسمع دلوقتي جزء من سواح للعندليب عبد الحليم حافظ بصوت مؤمن خليل. بكده فاصل ونرجع نعمل لكم الكوسلو وصوص الجبنه مع اميره. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.
اهلا وسهلا. النهارده عاملين اكل على مزاج الصغيرين قبل الكبار، وبنعمله عشان نوفر للكبار فلوس. خدتوا بالكم انتوا؟ طيب بشكرك يا اميره مره ثانيه. قبل الفاصل عملنا ايه؟ عملنا الفراخ المقرمشه بكل التفاصيل من الاول للاخر، وعملنا الرز. الرز المبهر. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل السلطه وصوص الجبنه. وصوص عايزه تبتدي بايه؟ هنبتدي بصوص الجبنه. يلا مقادير صوص الجبنه اتفضلوا. اول حاجه عندي معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره سمنه، معلقه كبيره زيت، معلقه ونص كبيره دقيق، كوبايتين لبن، ربع كيلو جبنه شيدر صفراء، معلقه صغيره جبنه شيدر بودره، معلقه كبيره مستردة، معلقه صغيره سكر، رشه ثوم بودره ورشه بصل بودره ورشه شطه، ده على حسب ذوقنا. اوكي. بس خلاص. الاسبوع الجاي اميره هتعمل لكم لفت مخلل. ان شاء الله. يلا. بص بقى. هنحط الزيت. معلقه واحده بس من كل حاجه زي ما قلنا. وهنحط السمنه والزبده. الصوص ده بيدي كميه رهيبه. احنا عارفين طبعا هو بره بالسعر اللي عامل ازاي، يعني العلبه فيها معلقتين بالعدد بارقام، فاحنا ايه هنعمله لك اهو عشان ما نبقاش حرمناكم من حاجه. هسيح بس السمنه والزبده كده. هحط عليهم ايه؟ هحط عليهم الدقيق. الدقيق. يلا. مش عايزه بول اكبر من دي او طاسه اكبر من دي. هعمل على قدها. لا مفيش حاجه هتعتبري قد الحاجات دي، قد المقادير اللي قلناها. طيب نحتاج وك. انا بصيت لقيت الطاسه البيضه. لا مش البيضه. لو هتنفع هات. دي من ذلك ايه؟ كويسه جدا. هنقل كده كل الحاجات فيها. ممكن احتاج الدقيق تاني فهخليها اشوف الزبده والزيت هحتاج ليهم دقيق تاني ولا لا. هاخد رشه دقيق صغيره. على 9 متقلقش لا تقلق. بعديهم بنعمل ايه؟ لازم بس يسخنوا. حطيت زبده وزيت وسمنه ودقيق، معلقه 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 من كل حاجه، والدقيق معلقه ونص، يعني على كل معلقه ماده دهنيه معلقه صغيره دقيق. اوكي؟ ماشي. لازم هتسخن شويه. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنحط اللبن يغلي، بعد كده نروح منزلين في الجبنه وبقيه البهارات. يلا حطي اللبن. طيب. هو غلي تاني. ماشي. هحتاج مضرب سلك بقى معلش بعد اذنك. كده اهو. بص الكميه هتدي قد ايه. واللبن ده هخليه هنا. حطينا ايه لغايه دلوقتي؟ كده بنقلب الدقيق مع اللبن والسمنه والزبده والزيت. هتحتاجي لبن تاني؟ هحتاجه للسلطه. دي خلاص يا شريف. هتسيبيه يغلي؟ هيبدا. لا مش هستنى ما يغلي، انا مش عايزاه يتقل دلوقتي، هو في الوقت ده كده هروح منزله فيه الجبنه. جبنه ايه بقى؟ جبنه شيدر. هو الصوص ده بيبقى صوص الجبنه الشيدر، هو ده اكتر صوص متعارف. ماليش انا في صوص الجبنه ده خالص، عمري ما دقته. الولاد الصغيرين بيحبوه قوي وبيبقى غالي قوي، يعني ما زي ما قلت في الاول ارقام ملهاش لازمه بصراحه. فيعني ايه الجبنه الشيدر غالية شوية، بس مش زي طبعا ما هنشتري الصوص نفسه من بره، يعني احنا هنجيب ربع كيلو هيبص هيعمل لنا قد ايه، كمية قد ايه. وايه ده البرتقالي ده؟ ده بودرة بقى، بودرة إيه؟ بودرة جبنة شيدر، طعم قوي، بيديها طعم قوي وبيديها لون. مش مهم ريحتها؟ حلوة بس مش مهمة قوي. لا مهمة. هقول لك على حاجة مهمة، لأن الجبنة نفسها هنا طعمها مش قوي قوي. لو عملناها بالجبنة اللي هي الغامقة البرتقاني دي بيضة دي. دي اسمها جبنة شيدر بيضة. التانية لونها اغمق شبه البودرة. طب نجيب التانية وخلاص. اغلى؟ التانية اغلى. اوكي. بس البودرة دي مش صحية. دي بتبقى بمكسبات طعم، زيها زي المرقة كده. هو حتى المرقة كمان مش صحية، بس احنا في اوقات بنبقى ايه. لا في مرقة صحية على فكرة. على فكرة بقى المرقة انا عملتها لكم قبل كده المرقة. بص المرقة حتى اللي في السوق في بعض الانواع انا بشوف انها صحية. وقعدت عملت بحث عن الموضوع ده. انا عن نفسي بحب المرقه جدا، يعني وحتى المرقه وبعدين خلي بالك في شركات عالميه لا حاجتهم زي الفل بصراحه. اوكي احنا ممكن نخلي البودره ممكن نحتاجها تاني. لا كفايه. انت ما عجبتكش صحيه اصلا. بص بقى انا عندي هنا شطه، دي على حسب الذوق بس هي بتدي طعم حلو. العيال شطه أوي. خلاص بلاش نعمل العيال شطه، احنا هنحط الثوم والبصل بودره بس ولا تزعل نفسك. خلاص حطيها وخلاص. الصوص ده ما عليهوش جبنه، ما عليهوش ملح. حطيها. طب هي كتيرة دي. بابريكا؟ دي كتيرة. لا شطة. شطة شطة؟ ماشي. لقيتها كتيرة قوي الصراحة، فايه؟ حطيها على النار بقى. حرق. ما هو مش عايزة يطلع نار تاني. والله خلاص كده النار؟ عشان ما كل ما هيقعد كل ما هيتقل. احط بقى المستردة. ودي سكر ده ولا ايه؟ سكر. اشمعنى؟
عشان يعادل. احنا عندنا هنا حاجات كلها طعمها قوي قوي، والجبنه حادقه حادقه قوي بزياده. فاحنا بص السكر قد ايه، رشه سكر بين صوابعنا كده، وادي قوام الجبنه. بصوا لونها اهو، خلصت كده، خلصت خلاص. انا بس عماله الف فيها عشان الجبنه تكون ساحت، عشان نغرفها هنا. طب انت بقى اغرف عشان انا بخاف ادلدق. شيل المضرب كده. لا لا لا، كنت هحطه الناحيه الثانيه. اجيب بقى انا، لا لا، انا اغرف الاول بعد كده اقول مقادير السلطه. بصوا حلوين، بصوا الصوص شكله فظيع. عايزاه يبان كده شكله وهو بيموت. يا خرشي على الجمال. ده تغمسوا بقى في الفراخ اللي احنا عملناها في الاول، تغمسوا فيه البطاطس. بصوا بيتاكل جنب، هو ده بقيه ال. انت عارفه انا يعني مش فاكر ان انا اكلته قبل كده بصراحه. لو دقته هتفتكر. بس لو انا مش كنت اكلته بحب الجبنه قوي يعني، مش ده بص جار اسمه جار جبنه مش عارف وايه، وهم اصلا بينطقوها في ال، يقول لك جار جبنه. طب يلا قول لنا مقادير سلطه الكرنب. مقادير سلطه الكولسلو، اتفضل. عندي كوبايتين كرنب ابيض مفروم، جزرتين مفرومين، نص كوبايه مايونيز، نص كوبايه زبادي، نص كوبايه لبن، ربع معلقه صغيره بصل بودره، معلقه كبيره خل، ومعلقتين كبار سكر، ورشه ملح. اوكي هجيب انا الملح. يلا هنعمل ايه بقى؟ انت قلت لي عايزه شويه لبن. بصوا هي سهله قوي. الكرنب، كرنب ابيض، الكرنب الاحمر بيغمقها قوي فانا ما بفضلوش بصراحه، وانا ما بحبهاش فيه خالص. ماشي. والجزر كله متقطع صغير قوي، كله متقطع صغير، وزبادي بالميه بتاعتها، مايونيز وسكر، ده السكر. اوكي ده ايه؟ في مقدار سكر كويس. ده بصل بودره او توم، مش هتفرق. وملح، ملح مش كتير، رشه صغيره. ومايونيز، المايونيز، وبعد كده القليل من اللبن، وقليل من اللبن، وهنقلب ونشوف احتاجت لبن تاني ولا لا. طبعا الله. معروفه ان هي بقى السلطه دي لازم تقعد في التلاجة. هحتاجه اشوف يا الشيف هحتاجه تاني ولا لا بعد اذنك. حط معلقه صغيره. هيشربوا ماشي. بصوا بقى دي لازم تتحط في التلاجة وتقعد، يعني السكر عشان يدوب. ممكن تحطوا عسل ابيض بدل السكر، بس هو عشان السكر يدوب والطعم ياخد من بعضه فلازم تحط في التلاجة. بصوا قوامها تجنن. شكرا يا اميره، النهارده سفره تجنن، وهعد لكم انا واميره السفره دي في يوم من ايام رمضان ان شاء الله. هتبقى لذيذه قوي. احنا في ساعات في رمضان بنبقى عايزين نكسر الطبيخ والحاجات دي بالزبط. ففي يوم هنعمل لكم ده بالتفاصيل. ايوه يلا احكي للناس عملنا ايه النهارده. عملنا الفراخ المقرمشه بكل تفاصيلها، لازم تراجعوا على الحلقه عشان فيها كل التفاصيل بالظبط. وعملنا الرز المبهر، وعملنا سلطه كول سلو، وعملنا صوص الجبنه. شكرا شكرا، شرفتينا ونورتينا. هنسمع دلوقتي اغنيه الحلوه دير شباكه من مؤمن خليل، وبعد كده نرجع لكم مع مع دكتور احمد نوبل، هيتكلم عن قشره الشعر. وحشنا قوي وكان مسافر، وبنقول له الحمد لله على السلامه. فاصل نرجع لكم، خليكم على سماحته. الحلوة داير شباكها، شجر فاكهة ولا في البساتين. الحلوة مش شباك، الله يحرسها، الله يحرسها، الله ست الحلوين. الحلوة الحلوة داير شباكها، شجر فاكهة ولا في البساتين. الحلوة مش شباك، الله يحرسها، الله يحرسها، الله ست الحلوين.
الحلوين الحلوه.